أهلا بأعزائي الطلبة، صباح الخير عليكم جميعا. النهاردة معادنا مع المحاضرة رقم 8 في كورس الموشن كنترول اند سيرفوس. أتمنى تكون المحاضرة المرة اللي فاتت كانت مفهومة وسهلة، بس أنا مش عارف ليه مش بيوصلني أسئلة كتير. بيوصل أسئلة بس مش كتير، فأرجوكم، أنا قلت لكم ممكن تسأل، ممكن عن طريق الكتابة على الجوجل كلاس روم، او ممكن تبعتولي صوت برضو فايل وانا اسمعه وارد عليك برضو بالصوت يعني، بس لازم تقرا المحاضره بمحاضرتها وتهتم عشان يعني هيبقى في امتحانات اكيد. النهارده ان شاء الله هنكمل المحاضره او الشابتر اللي احنا كنا شرحناه ابتديناه المره اللي فاتت، وهو الكلاسيكال ديزاين ان فريكونسي دومين. ابتدينا فيه المرة اللي فاتت وعرفنا ان الفريكونسي دومين ده حاجة مهمة وحاجة بتكمل فعلا الكنترول سيستمز او البيهيفير بتاع السيستمز. ما لازم اعرف البيهيفير الاول عشان اعمل له كنترول كويس. وقلنا ببساطة ان الفريكونسي ريسبونس هو ان انا بجيب السيستم وبديله انبوت في شكل ساين ويف، صحيح الامبليتيود ثابتة ولكن بغير الفريكونسي نظريا من صفر ما لا نهايه، وبشوف الاوتبوت وببدا اشوف حاجتين اتنين بس، بشوف نسبه الاوتبوت امبليتيود الاوتبوت امبليتيود الانبوت وده بسميه المودولس، وبشوف الفيس شيفت بين الاوتبوت والانبوت، والاثنين دول هم اللي برسمهم مع تغير الاوميجا من صفر ما لا نهايه، ودوت اللي انا بسميه الفريكونسي ريسبونس. المرة اللي فاتت احنا قلنا الفريكونسي ريسبونس ده ممكن التعبير عنه في شكل جرافز. طبعا احنا جبنا عرفنا ازاي بنجيب الايكويشن بتاعته، بنجيب الترانسفير فانكشن بتاعة السيستم وبنشيل اس نحطها جي اوميجا وبنحول هذا الترانسفير فانكشن الى كومبلكس نمبر له جزء حقيقي وله جزء تخيلي، وبالتالي بيبقى اي كومبلكس نمبر له المودولس وله انجل. المودرس بتاعتنا اللي احنا بندور عليها اللي هي نسبة امبليتيود الاوتبوت على الانبوت، والانجل هي الفيس شيفت. دي الطريقة الماثيماتكس يعني ماثيماتيكال. طيب وقلنا هنمثله ازاي؟ قلنا هنمثله بطريقتين، يا اما ريكتانجولار بلوت. ساعتها برسم ايه في ريكتانجولار بلوت؟ ساعتها برسم محورين، محور للافقي للاوميجا ومحور الرأسي للمودرس، وفي كيرف تاني المحور برضو الافقي اوميجا والمحور الرأسي هو الفيس شيفت. ده كل الكلام ده بتاع المحاضره اللي فاتت لسه ما ابتدتش. ده بيسموه ريكتانجولار بلوت، او ان انا اسمه بولر بلوت. يعني بولر يعني رسمه محورين، واحد للريل واحد للامباجنري، وببدا ارسم بدل برسم المودولس لوحده مع اوميجا والفيس لوحدها مع اوميجا، برسم المودولس مع الفيس شيفت مع اوميجا في نفس الكيرف. الاول اخد الانجل واخد عليه بعد كده المقدار بتاع المودولس واغير الكلام ده من صفر ما لا نهايه. النهارده ان شاء الله هناخد فيرجن تانيه للتعبير عن الفريكونسي ريسبونس للسيستمز. هو مش جديد قوي الصراحه، برضه ممكن تكون اخدته في مقرر قبل كده، وبرضه مش جديد علينا احنا هنا، لان هو الرسم الريكتانجلر بلوت بتاع الفريكونسي ريسبونس بس لوجاريتميك فيرجن. يعني ايه لوجاريتميك فيرجن؟ يعني مش برسم مثلا المودولس مع اوميجا، لا برسم لوج المودولس مع لوج سوري مش برسم الاوميجا مع المودولس، برسم لوج الاوميجا مع لوج المودولس. الرسمه ديت معروفه باسم بود دياجرام. بود دوت احد العلماء يعني اللي ساهموا في الماثيماتكس. طيب البود دايجرام زي ما قلنا ان هو مش حاجه جديده. انت كنت هترسم على المحور دوت، رسمناها قبل كده في السلايدز اللي فاتت، كنت هترسم المودولس وكنت هترسم اوميجا. طب افرض انا قلت لك انا عايز ارسم لوج المودولس ولوج الاوميجا، هتعمل ايه؟ قصادك حلين، يا اما هعمل تيبل تاني واجيب قيم المودولس اخد لها اللوج لوجاريتميك بالكالكوليتور، ثم اجيب قيم الفريكوانسي الاوميجا اخد لها لوج،
والقيم اللي تطلع لي اروح اعوض بيها على جراف عادي، ورق رسم بياني عادي خالص، او ان انا ممكن استعين بما يعرف بورق اللوج، لوج او سيمي لوج. بداية هقول طبعا تفاصيل الحاجات دي، ولكن بداية البوت دايجرام هو صورة من صور التعبير عن الفريكوانسي ريسبونس، بس بالنسبة لمحور المودولس والفريكوانسي هيبقى بداله لوج المودولس ولوج الفريكوانسي، وبالنسبة لمحور الفيس شيفت مع الأوميجا هيبقى لينير. في يعني ايه لينير؟ في يعني مش هاخد اللوج بتاعت الفيس ولكن هاخد اللوج بتاعت أوميجا. فهو ببساطة لوج المودولس مع لوج الأوميجا تردد يعني، والفيس شيفت مرسوم مع لوج الأوميجا. طبعا الرسمة اللي قصادكم دي احنا كنا شرحناها قبل كده، ده الريسبونس بتاع سكند اوردر. هو مبقاش كتير كده، هو احنا عاملينه كتير ليه؟ لان احنا راسمين الفريكوانسي ريسبونس ده عند كذا زيتا عشان نبين ما يعرف بظاهرة الريزونانس. وقلت لك في المحاضرة اللي فاتت انه عندما يتساوى تردد الانبوت مع تردد اوميجا ان للسيستم، وتكون الزيتا قليلة، يعني الشرطين يكونوا موجودين، لأن أنت ممكن مثلا طبعا هنا النسبة واحد عشان هو كان رسمها أوميجا على أوميجا مش مشكلة، لكن الخط ده بيمثل أوميجا إن. ملاحظ أنت إن مش كله حصل فيه ريزونانس، الريزونانس حصلت عند قيم زيتا القليلة. نظريا لو زيتا بتساوي صفر فالمودلس يطلع إلى الإنفينيتي، عشان كده هما كذا جراف كذا كذا منحنى. وأيضا هنا في الفيس شيفت برضو رسمين بتاع سكند اوردر عند قيم زيتا المختلفة، لكن هو طبعا بيطلع رسمة واحدة مقابلة لزيتا معينة، والتردد بمشيه من صفر ما لا نهاية. زي ما قلنا لو عايز ارسم الحاجات دي قصادك اختيارين، يا اما هجيب البيانات او الداتا بتاعة المودولس والاوميجا واخد لها انا بالكالكوليتور اللوغاريتم ثم اروح ارسمها على ورق جراف عادي رسم بيان عادي، يا اما هستعين بورق ما يعرف باللوج لوج او سيمي لوج. دوت بيغنيك ان انت تحسب اللوغاريتم بنفسك. يعني ايه؟ يعني مثلا الورق اللي وصلنا ده اسمه سيمي لوج، المحور ده محور عادي خالص، ده محور المودولس، والمحور الرأسي دوت زي ما انت شايف كده عمال يضيق، ده على طول يديك انديكيشن هو ورق او اكسس لوغاريتمي وليس اكسس عادي، ده بيسموه سيمي لوج. في الحالة دي أنا محتاج عشان أرسم لوج المودولس ولوج الفريكونسي محتاج بالكالكوليتور أجيب المودولس وأخد له اللوغاريتم وأوقعه هنا عشان المحور ده عادي، بينما الفريكونسي عشان هرسمها على المحور ده على طول فمش محتاج أخد لها لوغاريتم، المحور ده بيغنيني وبيديني بيحسب، هو اللي بياخد لي بيحسب لي اللوغاريتم. التقسيم في المحاور اللوغاريتمية ما بيبقاش طبعا صفر، لا ده بيبقى 10 أس، 10 أس ماينس كذا، 10 مثلا لو هنا بادئ من 10 أس ناقص واحد، ثم 10 أس صفر، ثم 10 أس واحد، ثم 10 أس اتنين، ثم وقبل ال 10 أس ناقص واحد دي 10 أس ناقص اتنين، 10 أس ناقص تلاتة وهكذا. طيب ايه فايدة ان انا ارسم او اقلب الفريكوانسي ريسبونس بتاعي الى محاور لوغاريتمية او ما يعرف بالبوت دايجرام؟ الصراحة في كذا ميزة من مزايا الرسم على ورق اللوغاريتم، يعني مثلا بيبين لك تفاصيل صغيرة ممكن لو رسمت السكيل العادي تضيع في السك. انت ملاحظ هنا ان الفرق مثلا بصوا المسافة ما بين هنا 10 أس ناقص واحد وعشرة أس صفر، يعني ده واحد من عشرة وده واحد، ثم بعد كده 10 أس واحد 10 أس اتنين، يعني ده سوري 10 أس صفر 10 أس واحد، يعني ده من واحد لعشرة، وهكذا هتلاقي من 10 لـ100. تلاحظ انت ان المسافة من 1 من 10 لـ1، يعني نفس المسافة ما بين من 1 لـ1 من 10، نفس المسافة من 10 لـ100، يعني التفاصيل الصغيرة اللي عندك هنا هو فرض لها مسافة اكبر. ده احد المزايا. في مزايا تانية مثلا مش هنتعرض ليهم كلهم الصراحة، لكن لو عندي two frequency response لتو systems، خلي بالك يعني عندنا سيستم واحد مطلع فريكونسي ريسبونس ده، وسيستم اتنين مطلع فريكونسي ريسبونس اللي فوقيه. فور اكزامبل لو وصلت التو بلوكس ببعض
خلي بالك كاسكيد، يعني خدت الترانسفير فانكشن دي حطيتها ورا الترانسفير فانكشن دي، فانت من حقك تجمع جمع جبري للكيرفين دول عشان تحصل على النتيجة سواء في الفيس او في المودولس. طبعا هي مثبتة عندكم في الكتاب، ولكن يعني ممكن ما نستخدمهاش، او بس تبقى معلومة عندك ان لو عندي تو سيستمز تو ترانسفير فانكشن، واحد ليه المودولس سوري واحد ليه الفريكوانسي ريسبونس مثلا اول واحد تحت ده اللي هو اول واحد، والتاني ليه اللي فوق خالص ده، ووصلتهم ببعض عشان اجيب الفريكوانسي ريسبونس بتاعهم، هجمع جمع جبري ده وده، يعني اطلع كيرف تالت هو عباره عن قيمه اللي فوق ده زائد قيمه ده في المودولس وفي الايه في الفيس. طبعا الخاصيه دي مش متوفره الا لو رسمت الكيرفات بتاعتك او الفريكوانسي ريسبونس بشكل لوغاريتمي. ماشي يا شباب؟ طيب المعلومه الاخيره عايز اقولها ان احنا ان كنت انت هترسم لوج المودولس، فلو سمحت زود له كده 20 هنا عشان بس تقلبه الى وحده ديسيبل. ففي الواقع اللي بيترسم هنا مش لوج المودولس بس، 20 لوج المودولس عشان نعبر عنه بوحده الايه الديسيبل. ماشي يا شباب؟ هنتعرض له برضو البود دياجرام في حته الاستابيليتي. طيب دلوقتي بقى عايز عشان نكمل الصورة ادرس الاستابيليتي في الفريكوانسي دومين. يعني ايه تدرس الاستابيليتي؟ الشابتر اللي فات احنا درسنا الاستابيليتي في الاس دومين، ساعة لما كنا بنرسم الجذور في الروت لوكس، وبنقول لك ايه ان الجذور دي خلي بالك لو راحت الناحية اليمين يبقى ليها جزء حقيقي موجب وبالتالي تبقى انستابل، ده في الاس دومين كنا بنرسمها على اس. طب يا ترى في الفريكوانسي ريسبونس السيستم يتميز ازاي اللي هو يبقى ستيبل ولا انستيبل، يبقى شكله عامل ازاي مثلا؟ فاكرين دوت ده الهارمونيك جراف بتاع الفريكوانسي ريسبونس، هنشوف هيحصل له ايه لو السيستم بتاعي هيبقى ستيبل او انستيبل. الشغل اللي احنا شغالين بيه عمله الصراحه عالم اسمه نايكويست سنه 1932، ما يعرف بالنايكويست استابيليتي كرايتيريوم او معيار الاستابيليتي بتاع نايكويست، بيحكم فيه على السيستم ان كان ستيبل او انستيبل بس في الفريكوانسي دومين. يعني ايه الفريكوانسي دومين تاني يا شباب؟ فريكوانسي دومين يعني انا مش بهتم بحاجه في السيستم غير ان انا اديله ساين ويف بفريكوانسي مختلف بس، حتى مش بلعب في الامبليتيود، بديله انبوت ساين ويف بامبليتيود ثابت وفريكوانسي مختلفه واشوف الاوتبوت نسبه الموديل نسبه الامبليتيود الاوتبوت على امبليتيود الانبوت، هو ده بنسميه مودولس، والفيس شيفت ما بين الاوتبوت والانبوت في الساين ويف يعني هيدي بسميها فيس شيفت. الاثنين دول بيتغيروا مع اوميجا، ارسمهم من صفر ما لا نهايه، هو ده فريكوانسي ريسبونس. يا ترى الكلام ده هيبقى شكله عامل ازاي للسيستم لو كان ستيبل او ان ستيبل؟ هو ده احنا بنتكلم عليه دلوقتي. طيب بداية عايز اقول لكم ان انا بدرس استابيليتي بتاعة closed loop system اهو بهذا الشكل، يعني هنا في جي وفي اتش وده فيدباك سيستم اللي انا عايز ادرس له الاستابيليتي. نايكويست اثبت معذرة بيزد على نظرية انت خدتها في ماثماتكس 3 اسمها كاوتشي سيرم اللي عايز يرجع لها، والاثبات دوت على فكره موجود عندنا في الكتاب برضو اللي عايز يستزيد، عباره عن 3 4 صفحات قبل ما يطلع نايكوست بهذا الشكل اللي قصاده. فانا عايز ادرس الاستابيليتي بتاعت فيدباك. نايكوست اثبت ان عشان تدرس الاستابيليتي بتاعت الفيدباك اللي قصادك ده هرسم الفريكوانسي ريسبونس لايه يا ترى؟ مش للكلوز لوب ترانسفير فانكشن، للاوبن لوب ترانسفير فانكشن. فانا اللي يهمني هنا الاوبن لوب ترانسفير فانكشن، مع انك انت بتدرس الاستابيليتي بتاعت الايه الكلوز لوب، ولكن اكوردنج للبروف اللي عندنا في الكتاب هنلاقي ان الانفولفد في الموضوع هي الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. فين الاوبن لوب ترانسفير فانكشن هنا اللي هي جي في اتش؟ فانا هرسم الفريكوانسي ريسبونس بتاع الاوبن لوب ترانسفير فانكشن زي اي ترانسفير فانكشن رسمتها قبل كده. مش احنا في المحاضره اللي فاتت رسمنا فريكوانسي ريسبونس للفيرست اوردر وسكند اوردر، وكنا بنشيل الاس بتاعت الترانسفير فانكشن نحط جي اوميجا؟ هعمل نفس الكلام بس انهي ترانسفير فانكشن؟ الاوبن لوب بتاعه السيستم ده عشان تدرس الاستابيليتي بتاعت كلوزد لوب. بص كده هيطلع لك جراف
نايكوست قال لك ايه؟ كلوزد سو الكلوزد لوب سيستم از ستيبل اف اند اونلي اف ذا لوكس اوف ذا جي اف اتش اللي هي الاوبن لوب فانكشن doesn't enclose the point minus 1 و 0 as omega is varied from 0 to infinity. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سيادتك بترسم الفريكونسي ريسبونس، هيطلع لك جراف سي ان انا ماشي عليه بالبوينتر ده، فين النقطه اللي بيقول عليها ناقص 1 و0؟ ناقص 1 ريل، 0 ايماجينري، هيبقى كده اهي هي النقطه دي. لو الجراف بتاعك اللي انت رسمته طلع مش بانكلوز، يعني ايه انكلوز؟ يعني يتضمن جواه، يتضمن النقطه دي، يبقى السيستم بتاعك ستيبل. لو رسمت جراف فريكوانسي ريسبونس للاوبن لوب والسيستم او الجراف بتاعك طلع يحتوي يتضمن النقطه دي، تعرف ان السيستم بتاعك انستيبل. الكلام ده مثبت عندنا في الكتاب في بدايه الاستابيلتي في بدايه بند 6-4. يعني انكلوزنج انكلوزنج may be interpreted as passing to the left of the point. بيترجم لك عشان بس يعني انا هعمل انكلوزنج للنقطه دي، يعني هعدي من شمالها بهذا الشكل واحتويها من جوه. عشان بس نبقى عارفين، الصراحه نايكوست بالشكل اللي انا شرحته ده هو احد حالات نايكوست. يعني ايه الكلام ده؟ اللي انا قلته ده this is a special case of nyquist where the open loop gh doesn't have positive poles. يعني الكلام ده بقى نفهمها كده حته حته. يعني ايه الاوبن لوب ملهاش positive poles؟ ممكن الاوبن لوب يكون ليها positive poles. واحد يقول لك ايه ده يعني السيستم انستابل؟ لا انا ما بقولكش closed loop هي اللي ليها positive poles، تفرق. يعني ممكن السيستم يبقى ليه open loop positive poles ويبقى stable. ممكن يبقى الكلوز، لان انا يهمني في الاول والاخر كلوز لوب بولز زي ما شرحنا في الشابتر اللي فات، هل الكلوز لوب بولز دي بوزيتيف تبقى انستابل. طب افرض الكلوز لوب نيجاتيف بس الاوبن لوب بوزيتيف يبقى ستيبل برضه. ماشي؟ فلو السيستم بتاعي الاوبن لوب له بوزيتيف بولز، يعني الاوبن لوب مش ستيبل بس الكلوز لوب ممكن يبقى ستيبل، الاوبن لوب مش ستيبل، النايكوس ده مش هينفع بالشكل ده. انا بقول لك هنا ان احنا بنرسم الاوبن لوب ومفروض ان هو ما يحتضنش او ما يعملش انكلوزنج للنقطه سالب واحد وصفر. في الحاله بقى بتاعت البوزيتيف بولز دي ينبغي ان هو عشان يبقى ستيبل يعمل انكلوزنج للنقطه دي، وعدد المرات اللي هيعمل انكلوزنج للنقطه سالب واحد وصفر تساوي عدد مرات الاوبن لوب بول البوزيتيف. عشان ما ده منع يعني عشان ايه انا قلت لكم كله عشان تبقى الصوره واضحه. احنا انهي كيس اللي بناخدها؟ احنا بناخد الكيس ان لو الاوبن لوب ستيبل وعايز الكلوز لوب كمان تبقى ستيبل، يبقى نايكوس بتاعك بالشكل ده يتحقق. ماشي يا شباب؟ طيب انا عارف ان الشابتر ده صعب وكنت بجد صعوبه اصلا وانا فيس تو فيس في المحاضرات العاديه ان انا اشرحه، فمعلش يا شباب انا هحاول اوضح وانت برضه ايه تحاول تبذل جهد، ولو سمحت اساله ابعت لي اسئله. طيب في حاجة عايز أوضحها لكم يتميز بها الفريكونسي ريسبونس عن التايم دومين. التايم دومين أو خلينا نقول الاس دومين الشابتر اللي فات. في الاس دومين إحنا كنا بنبحث إزاي الاستابيليتي لما كنت برسم روت لوكس، مش كان لازم يكون عندك ترانسفير فانكشن؟ مش كنا بنجيب الترانسفير فانكشن ونجيب كاركترستيك ايكويشن مش عارف إيه ونجيب الأوبن لوب بولز والكلوز لوب والاوبن لوب زيروز ونرسم دي اكس ونرسم دي او؟ كان لازم يكون عندك ترانسفير فانكشن. الصراحه دراسه الاستابيلتي في هذا الشابتر لا يعني لا ما تتطلبش قوي ان يكون عندك ترانسفير فانكشن، يعني ممكن بشويه قياسات تقدر تشوف السيستم ستيبل ولا لا. طب ازاي انت الكيرف ده بتجيبه ازاي اصلا؟ الكيرف ده مش ده يا شباب لو خدت من الاورجن كده وصلت لاي نقطه هنا، مش المسافة دي تبقى دي الايه؟ تبقى دي اعملها معلش بالماركر اهو من هنا كده وصلت كده، المسافة دي اسمها ايه؟ الموديلس. ودي اسمها ايه؟ ودي اسمها الفيس شيفت. طب ما الحاجات دي ممكن تتقاس. الموديلس ده عند اوميجا معينة هو عبارة عن امبليتود الاوتبوت على امبليتود الانبوت، والفيس شيفت
برضه ممكن تتقاس ما بين الاوتبوت والانبوت. عند كل اوميجا اعمل كده، اطلع بالجراف ده في المعمل، يبقى انا مش محتاج ترانسفير فانكشن عشان اشوف الجراف بتاعي هيوصل هيعمل انكلوز للنقطه ديت ولا ما عملهاش، وبالتالي هو ستيبل ولا ان ستيبل. ماشي يا شباب، ده يتميز بالفريكونسي ريسبونس عن الاس دومين ستادي اللي احنا درسناها في الشابتر اللي فات. تعالى بقى نشوف، ده ياخدنا الى حته تانية بيسموها المارجنز اوف ستابيليتي او حدود الاستابيليتي. ان كانت النقطه ديت وحشه وخطيره سالب واحد وصفر، والجراف بتاعك لا ينبغي ان هو يعملها انكلوز تايب، لو عدى منها، لو السيستم بتاعك وهو طالع كده اهو عم عدى من هذه النقطه، ده كده بجاست انستابل. هو المفروض ما يعديش، المفروض بايه ما يعملهاش ايه بقى. اللي انا رسمه ده ستيبل، لو جه كده وعمل انكلوز يبقى كده انستابل، لو عدى من النقطه يبقى ايه جاست انستابل. إذا كانت النقطة دي بهذه الخطورة، فأنا بعدي عن النقطة ديت ده يعتبر مسافة آمنة، بيسموه مارجنز. ينبغي إن السيستم يكون ليه مارجن أوف ستابيليتي علشان ما يكونش قريب قوي من النقطة دي، فبالتالي يبقى بعد كده يدخلني في مشاكل. هتقولي طب ما هو ستيبل، لا ما أنت عارف إن كل ما أقرب للنقطة بتاعت جاست أن ستيبل، كل ما الفلكتويشن في السيستم مثلا اللي هو سكند اوردر بتزيد، فانا عايز اامن نفسي وابعد مسافه معينه. طيب في حاجه تانية كمان، دايما البارامترز والترانسفير فانكشن اللي بتبقى طالعه وانت معبر عنها بتبقى مش اكيوريت قوي، دي نتيجه برضه ايه حسابات ما تبقاش اكيوريت قوي، فبالتالي لو السيستم الحقيقي انحرف شويه عن الترانسفير فانكشن اللي انت مصمم بيها السيستم كده ممكن يوديك انستيبل، فعشان كده لازم ابقى عامل ايه مارجن ليا، عامل لي حدود. فالمارجن هنا بنعبر عنها بحاجتين، خلي بالك النقطه دي سالب واحد وصفر دي نقطه خطيره، بس انا مش هعبر عنها كنقطه. تقدر تقول لي المودولس بتاعها كام وزاويتها كام؟ النقطه سالب واحد وصفر اللي انا واقف عليها دي زاويتها كام كزاويه بقى، كزاويه ومودولس، زاويتها من هنا كده بتتقاس زاويه 180 او سالب 180. ماشي، يبقى الزاويه هنا 180 او سالب 180. طب المودولس، المودولس بتاعها من هنا لهنا واحد، فاذا النقطه دي ممكن اعبر عنها مودولس واحد وزاويه 180 او ناقص 180. طيب بص بقى، انا عايز اعبر عن ما مدى بعدي عن هذه النقطه، اعبر عنها بحاجتين. الكيرف بتاعي، هفترض ان الكيرف بتاعي اهو بهذا الشكل، هقول صورتين، عند زاوية 180 فين على الجراف بتاعك ده الزاوية 180 هي النقطة دي، المودولس بتاعي واصل كام؟ عند زاوية 180 بشرح بالراحة يا شباب اهو، عند زاوية 180 فين الزاوية 180 على الجراف ده؟ فين الزاوية 180؟ مش الزاوية بتتقاس من هنا؟ الزاوية بتتقاس اهي كده، يبقى النقطة دي، النقطة دي 180. المودولس بتاعي هل هو بعيد عن النقطة، بعيد عن واحد ولا قريب ولا معديه؟ يبقى إذا المسافة دي هي اللي هتتاخد في الاعتبار، ودي حاجة بسميها زي ما تشوف السلايدز الجاية الجين مارجن. الجين مارجن ممكن أعبر بصورة بأسلوب آخر، النقطة برضو الخطيرة هي واحد و180. طب بص كده الجراف بتاعي هو فين النقطة اللي المودرس بتاعك فيها بواحد؟ هجيبه ازاي ده؟ النقطة فين؟ نقطة على الجراف هنا المودولس بتاعي بواحد، ده لازم انا بالبرجل، يعني لو عملت دايرة كده نص قطرها واحد اقدر اصطاد من على الجراف اهو النقطة دي، اقدر اصطاد النقطة اللي المودولس بتاعها بواحد. يا ترى بقى فاضل لي زاوية قد ايه علشان اوصل 180؟ فالزاوية دي تعتبر مقياس مارجن برضو، بيسموه فيس مارجن، تعبر عن بعدي عن النقطة الخطيرة بتاعتك ديت. يبقى تعالى ناخدهم واحدة واحدة بقى. يبقى احنا قلنا حاجتين، الجين مارجن، الجين مارجن عبارة عن ايه؟ الجين مارجن عبارة عن ان انا بشوف عن بزاوية 180 الكيرف بتاعي النقطة دي، بشوف المودلس بتاعه كام، المودلس بتاع السيستم بتاعي كام، واشوف ما مدى بعده عن النقطة واحد. طب هل اطرحه؟ لا الصراحة احنا بنقسمه، يعني الجيم مارجن يساوي واحد على المودولس عند زاوية، شايف 180 دي؟ دي معناها عند زاوية 180، فين المودولس هنا؟
اللي عند زاوية المودولس هو المسافة من الأورجن لحد النقطة. فين المودولس عند زاوية 180؟ أهو من هنا لهنا، ده المودولس. أقسم المودولس ده واحد عليه، ده اللي بيسموه الجيم مارجن. فبالتالي الجيم مارجن ده لو طلع لي واحد يعني أنت فين؟ يعني المودولس بتاعك واحد على واحد، يعني أنت هنا، يبقى أنت جاست أنستيبل. لو المودولس بتاعك كان أكبر من واحد، فواحد على حاجة أكبر من واحد، فالجيم مارجن ده هيطلع أصغر من واحد، يبقى أنستيبل. لو الجيم مارجن زي اللي أنا رسمه لك كده، لو سوري المودولس زي ما أنا رسمه لك كده أقل من واحد، النقطة دي واحد. المودولس مثلا ده كام مثلا؟ 7 من 10. من هنا لهنا 7 من 10، كان من هنا لهنا كلها واحد، يبقى دي 7 من 10، يبقى 1/7، يعني الجيم مارجن لما يبقى اكبر من واحد تبقى السيستم بتاعك ستيبل. هقول لك حاجه تانية، في البوت دايجرام احنا شغالين باللوغاريتمات، فيا ترى الجيم مارجن يبقى عامل ازاي؟ خد كده اللوغاريتم بتاع ده، لما اقول لك 20 لوج الجيم مارجن دي، يعني 20 لوج واحد على ده، وانت اخدت في اللوغاريتمات ان لما اخد لوج القسمه تتحول لطرح، ف20 لوج واحد على ده، يعني لو عايز افكها 20 لوج الواحد، لوج الواحد بصفر حضرتك، يبقى صفر ناقص 20 لوج اللي تحت، يعني صفر ناقص اللوج اللي تحت ده، وده هنشوفها تاني على البوت دايجرام كمان شويه. ماشي، ده كان الجين مارجن. تلاقوش احل معاكم ايه اسئله، يبقى القانون بتاعه ايه الجين مارجن؟ واحد على المودولس عند زاويه 180. الفيس مارجن الصوره الاخرى، معناها ايه الصوره الاخرى؟ انت اصطدت من على الكيرف المره اللي فاتت 100 180، الزاويه 180، وقلت شفت المودولس عندها بكام. لا، المره دي بقى انا عند الجراف بتاعي هلقط النقطه المودولس بواحد، اهو عملت كيرف كده قوس قطر واحد، يعني خدت النقطه دي المودولس بواحد، واشوف فاضل لي زاويه قد ايه على ال 180، لان ال 180 دي وواحد هي دي النقطه الخطيره. طب دي اعملها ازاي؟ النقطه دي عبر عنها ازاي؟ دي الزاويه اللي هنا، الزاويه دي اللي هنا اجيبها ازاي؟ دي زاويه عباره عن ايه دي؟ الاول اجيب الزاويه عند النقطه دي المقابله المودولس بواحد، وبعد كده اطرحها واجمعها 180، يعني ناقص 180 بلس ايه بقى ده؟ ده الزاويه الفيس شيفت بتاعت الجراف بين قوسين مودولس واحد، يعني الفيس شيفت عند مودولس واحد، سيادتك تجيبه وتطرح منه 180. القانون اللي انا عامله هنا ده قانون يختلف عن الموجود عندكم في الكتاب، لان اللي عندكم في الكتاب بيلخبط الطلبه شويه. هنشوف اكزامبل هنا، لازم انا اشوف الزاويه في انهي ربع، خلي بالك ما احطش اللي طلع لي كالكوليتر وخلاص، هناخد مثال مع بعض يعني. بس لو سمحت القانون اللي همشي بيه، ناقص 180 زائد الفيس، هتلاقيه في كتاب العكس، 180 ناقص الايه؟ ناقص الفيس. ماشي يا شباب؟ طيب لو عايز اوضح الكلام ده على البوت دايجرام، خلي بالك معايا بقى كده وهتكلم بالراحه اهو، صحيح الفيديو بيطول بس مش مشكله، اي حاجه في السبيل انت تفهم. ايه اللي انا رسمه ده؟ ده البوت. ازاي البوت؟ ما هو ده محور اوميجا، حلو خالص، وده محور اوميجا، يعني هو مبسط شويه، يعني هو المفروض لوغاريتم يعني مش مشكله. طيب وده المودولس معبر عنه بالديسبل، وده الفيس شيفت معبر عنها بالديجري. لو عايز قلت لك هنا فين الجين مارجن على البوت دايجرام وفين الفيس مارجن، بسيطه. الجين مارجن فين قانونه؟ اهو على البوت، 20 لوج واحد ناقص او واحد على ده، واحنا قلنا ان لوج الواحد بصفر، و20 لوج المودولس عند زاويه 180. طب ايه ازاي انا اجيب انا المودولس عند زاويه 180؟ خلي بالك ده الجراف بتاع المودولس، وبترسم تحتيه، لازم البوت دايجرام يا شباب بترسم تحت بعض، الكيرفين تحت بعض عشان باخد منهم معلومات من فوق وتحت. لو ده المودولس قلت لك اصطاد لي، لو سمحت المودولس اصطاد لي قيمته عند زاويه 180، بسيطه، يبقى الزاويه اللي هي الجراف اللي تحت اللي هو بتاع الفيس عند ناقص 180، امشي كده افقي اجيب النقطه دي ونفس الاوميجا اهي، ما هم تحت بعض، اطلع كده يبقى النقطه دي اللي هي ايه؟ تمثل المودولس عند زاويه 180، اي عند زاويه 180 او ناقص 180، امشي كده افقي اطلع اجيب النقطه دي. الجيم مارجن عباره عن ايه؟ صفر ناقص او المسافه ما بين الصفر لحد اللي تحت اهي، هي دي، هو ده الصفر،
يبقى صفر لحد النقطة دي، ده بيسموه الجين مارجن على بود. يبقى لازم الكيرف بتاعي ابص كده عند زاوية 180، ابص الاقي ان المودولس تحت الصفر ما يكونش فوق. ماشي يا شباب؟ طيب اوكي. طب والفيس اجيبها ازاي؟ تعال نشوف قانونها. الفيس عبارة عن الفرق ما بين 180 او ناقص 180 والانجل المقابلة المودولس واحد. يعني ايه الانجل المقابلة المودولس واحد؟ دي اجيبها ازاي؟ الانجل بتجاب من تحت والمودولس من فوق. طب فين مودولس واحد؟ ما هو واحد اللي هو باللوج هيبقى صفر. ده مودولس واحد حضرتك، الصفر ده لان لوج واحد بصفر، فادي مودولس واحد اهو. طيب فين الانجل المقابله ليه؟ انزل كده اهي، جبت النقطه دي، يبقى دي كده انا واقف عند قيمه الانجل المقابله ليه، اشوف الفرق بينها وبين ناقص 180. هذا هو الفيس مارجن، ولابد ان الفيس مارجن يبقى فوق ال 180، بينما الجيم مارجن تبقى تحت الايه؟ تحت الصفر يا شباب، عشان يبقى السيستم بتاعي انا رسمه ده ستيبل. ماشي؟ بس المسافه دي بالديسيبل هي الجيم مارجن، والمسافه دي بالانجل هي الفيز مارجن، ده على بود دايجرام. ماشي يا شباب؟ خلينا ناخد اكزامبل لذيذ عن الموضوع بتاع نايكوست كرايتيريون، ونحل نفهم بقى الدنيا عامله ازاي والمسائل بتمشي ازاي، عشان برضه الاكزامبلز دي بتثبت المعلومه. تخيل عندنا كلوز لوب بهذا الشكل. هنا احنا برضه بنصمم، خلي بالك. يعني ايه؟ يعني احنا خدنا الكنترولر زي ما انت شايف كده، ده بروبورشنال. انا كده عايز اصمم زي ما تشوف المساله. احنا كده خدناه قبل كده براوس، وخدناه قبل كده في الترم اللي فات بالحسابات، ان انا قلت لك مثلا احسب لي كي اللي تخلي لك الاوفر شوت برسنتج مش عارف ايه والكلام ده كله. المره دي هستخدم نايكوست او هستخدم الاستابيليتي علشان اصمم كنترولر، ده الجديد بقى. بص كده الاكزامبل انا عدلت شويه فيه عن اللي في الكتاب. يوزنج نايكوست كرايتيريوم، بيملي عليك عشان ما تستخدمش اي حاجه تاني. فايند ذا كنترولر جين كي 1، ده ذات حاجتين بقى، هيعمل حاجتين الكي 1 ده. Makes the system just unstable، يعني عايز كي 1 اللي تخلي السيستم just unstable. هتقول لي ما نعملها براوس وخلاص. يا عم انا عايز نايكوس عشان ادربك عليه، عشان افهمك برضه ان الدنيا متربطه ازاي. وبعدين هو ما تزعلش، confirm using راوس، بس confirm مش تحل بيه. يعني بعد ما كده بعد ما تحل تقوم مطبق راوس عشان تشوف اجابتك صح ولا لا. confirm. يبقى عايز كي 1 اللي يخلي السيستم just unstable، ده رقم ايه؟ ثم عايز كي 1 اللي يخلي السيستم او جيفز ذا سيستم اجين مارجن 2، يديني احتياطي في الاستابيليتي جين مارجن مقداره 2. تعال نشوفها ازاي. وبعد كده بيسال حاجه بيقول لك وات از ناو ذا فيز مارجن. خلينا بس في المطلوب الاول، ازاي اجيب الكي اللي تخلي السيستم جاست ان ستيبل باستخدام نايكوست؟ باستخدام نايكوست يعني فريكونسي ريسبونس يا شباب، يعني اسيبني من اي حاجه خالص. ها، ما هو نايكوست لو تفتكر نايكوست كان الكيرف بتاع نايكوست كان بيرسم ايه؟ كان بيرسم الفريكوانسي ريسبونس للاوبن لوب سيستم، مع اني بدرس كلوز لوب. فالاوبن لوب ترانسفر فانكشن اللي هي جي في اتش هجيبها، واول حاجه خالص اطلع لها الفريكوانسي ريسبونس زي المحاضره اللي فاتت. ازاي؟ الاوبن لوب عباره عن ايه هنا؟ ده في ده في واحد، يعني كي 1 في البلانت في اللي تحت ده بواحد. فهو هنا بعد اذنكم يعني ايه كي 1 في 4 سماها ايه؟ سماها كي، مش مشكله، كي كابيتال كده يعني 4 كي 1. لما اجيب كي يبقى كده اقسمها على 4 جبت كي 1. فتبقى الاوبن لوب وفك اللي تحت عامله بهذا الشكل. ازاي اجيب الفريكونسي ريسبونس للاوبن لوب دي؟ زي ما خدنا في المحاضره اللي فاتت، ان انا بجيب فريكونسي ريسبونس لاي ترانسفير فانكشن، ان انا اشيل اس احطها ايه؟ اشيل اس احطها جي اوميجا بهذا الشكل. هيطلع لي رقم عايز يبقى كومبلكس بس الجي بتاعته تحت، اصفي اللي تحت ده واضف الايه؟ اعمل ريشناليزنج ان انا اضرب في الكونجوجيت بتاع الرقم اللي تحت، نفس الكلام بتاع المقام بس بالماينس. فيقوم مخلي لي اللي تحت ريل واقلب لي الجي فوق، اجمع الايه؟ لوحدهم الريل والايماجن. شايفين ده كده؟ دي مع المقام ده الريل، ودول ودول مع المقام ده الايماجينري. يهمني ان انا اعرف ده لوحده ده لوحده ليه؟
علشان لما اقسم بعد كده الايماجينري على الريل، صح، يبقى الفيس بتاعتك الزاوية تام ماينس 1 الايماجينري اللي هو ده مع المقام، المقام طبعا هيروح لان هيكرر في الايماجينري وفي الريل، يبقى ده على ده يعتبر الايه الفيس. طب بالنسبة للمودولس قلت لك على قانون سهل المرة اللي فاتت، لو انت عندك ترانسفير فانكشن ما فيهاش زيروز زي ما هو واضح كده، فتبقى المودولس عبارة عن كي على روت الايه كي على روت البتاعة دي المقام دوت على طول. لكن هو الصح ان احنا نجيب الريل ونربعه، سوري الريل ونربعه والايماجينري ونربعه وناخده تحت الجذر فيطلع لي الايه المودولس. فجبت المودولس انا بهذا الشكل وجبت الفيس شابت بهذا الشكل. هنا عايز اقول لكم حاجه، لو سمحت احتفظ بالاشارات. لاحظ هنا ان انا ايه مش عايز اشطب، مش عايز سالب، مش عايز اشطب السالب. الاشارات مهمه جدا. تقول لي ما تشطبها، لا يا بيه، انا بعد كده في الكالكوليشن لو طلب منك كالكوليشن هبقى محتاج اعرف الجزء الريل اللي تحت ده بوزيتيف ولا نيجاتيف، والجزء الايماجينري بوزيتيف ولا نيجاتيف، علشان الزاويه متقسمه عندي 4/4. لو ده حقيقي ده وده موجب موجب يبقى ربع اول، لو ده موجب سالب يبقى ربع تاني، لو ده سالب سالب يبقى ربع تالت، ولو ده سالب موجب يبقى ده ربع رابع، ويهمني عشان اعرف الزاويه قيمتها كام بالظبط. طيب معلش، طبعا هو حالل في الكتاب بطريقه جرافيكال، وانا شايف ان طريقه جرافيكال لا تصلح ان انا امتحنك فيها او اجيبها لك في امتحان، لان بترسم ومش عارف تمسح وتعمل تيبل والكلام ده كله، فانا حولتها الى اناليتيكال ميثود، بالتالي انا كتبتها بايديا. طبعا لو كنت معاكم كنت هعمل الكلام ده على السبوره يعني. فاول حاجه بقى بعد ما جبت انا المودولس والفيس بيقول لك فايند الكي، او المطلوب فايند الكي اللي يخلي السيستم اكزم جاست انستيبل. يعني ايه جاست انستيبل؟ جاست انستيبل يعني ايه بالنسبه، يعني المودولس يبقى كام والفيس شيفت تبقى كام بدلاله المودولس والفيس شيفت، كلمه جاست انستيبل دول يبقوا كام؟ كلمه جاست انستيبل لو عبرت عنها بالمودولس يعني مودولس بواحد وفيس شيفت 180 او ناقص 180، ده معناه الايه جاست انستيبل. طب انا لسه جايب القوانين دي، لسه جايب المودولس يتحسب ازاي والفيس شيفت يتحسب ازاي، خلاص هسويهم عشان اعرف جاست انستيبل، لان الزاويه اهي طلعت لي كده نقلتها من السلايدز اللي فاتت، دي المفروض تبقى 180 في جاست انستيبل. خلاص حط هنا 180، وتان 180 بكام؟ تان 180 بصفر، فطبعا هتشطب اوكي لان هي صفر بقى مش فارقه معايا اي ربع يعني صفر، وهبدا ايه هطلع هتطلع لي اوميجا ب 2 راديان بير سكند. طيب مش بس المودولس بواحد، فهجيب قانون المودولس اهو كي على الكلام ده كله، وانا اوريدي جبت اوميجا. انا ايه اللي خلاني ابتدي الاول بالفيس شيفت يا شباب؟ ان الفيس شيفت فيها مجهول واحد بس اللي هو الاوميجا، ولكن المودولس فيه مجهولين كي واوميجا. فالاول ابدا باللي فيه مجهول واحد، اطلع اوميجا اعوض بيها هنا، احط المودولس بواحد عشان جاست انستيبل، والاوميجا اللي انا جبتها باثنين، اطلع كي هيطلع معايا كي ب8. بس ما تنساش ان الكي ده كنت مسمي، هو مسمي 4 كي 1 بكي، هو بصراحة عايز كي 1، فإذا نقسم دي على 4 تطلع لي كي 1 ب2. طب يعني السيستم يبقى جاست انستيبل لو كي كابيتال دي ب8؟ اه. طب نقدر نتحقق ازاي؟ نقدر نتحقق براوس. خلي بالك راوس في الأول خالص في بداية الترم كانت بتشتغل على الكاركترستيك ايكويشن. خلاص مفيش مشكلة. ايه الكاركترستيك ايكويشن؟ 1 زائد جي اتش. يبقى اذا اجيب الكاركترستيك ايكويشن 1 زائد جي اتش جي اتش واحولها الى بولينوميال، واستخدم راوس، مش هعيد بقى تاني الكلام بتاع راوس اهو، عشان اطلع كل اللي يخليه السيستم جاست انستيبل. لما يطلع لك حاجه بهذا الشكل بمسك العمود الاولاني وبخلي العمود الاولاني ده ايه الحته اللي فيها كي هنا لازم كله يبقى نفس الاشاره موجب موجب، دي تبقى اشاره عشان يبقى ستيبل. طب جاست انستيبل ده يبقى صفر. امتى ده يبقى صفر؟ لما كيب كام؟ لما كيب 8. عشان السيستم يبقى ستيبل او يبقى السيستم انستيبل كي تبقى اكبر من او يساوي 8، وكي ب8 يخلي السيستم ستيبل، وكي من فين لفين بقى؟ سوري كي ب8 يخلي انا هقولها تاني معلش، كي ب8 يخلي السيستم جاست انستيبل، كي اكبر من 8 يخلي السيستم انستيبل، وكي اصغر من 8 يخلي السيستم ستيبل. بس لحد فين؟ ده المفروض ما يبقاش سالب، يبقى من صفر، من صفر ل 8 الرينج ده
اللي يخلي السيستم ستيبل، و8 بالظبط ان ستيبل. ده بيؤكد حساباتك، هو عايز كده confirm using browse. شوف بقى المطلوب التاني. المطلوب التاني بيقول لك ايه؟ برضو احسب كي، نفس الكلام بس المره دي بقى مش اللي يخلي السيستم just unstable، لا انا عايز احسب كي اللي gives السيستم again margin مقداره 2. وبعد كده بيسأل على حاجه تاني، يبقى عايز كي اللي يخلي الجين مارجن 2. ماشي، بسيطه. هو ايه قانون الجين مارجن؟ لازم تحفظ قانون الجين مارجن. هو الفيز الجين مارجن هو بيقول لي ب2. طب الجين مارجن قانونه ايه؟ 1 على الموديلس عند زاويه 180. يبقى انا عايز كي اللي تخلي الجين مارجن ده اللي قصادنا ده اللي قانونه 1 على الموديلس عند زاويه 180، عايز ده ب2. طيب من هنا اقدر اقول لك ان الحته اللي تحت دي لوحدها ها المفروض تطلع بنص. ماشي، طب الاول اشوف هو ازاي يجي الجين مار سوري المودولس عند زاويه 180. دي تتحسب ازاي دي؟ مودولس عند زاويه 180، كلمه عند زاويه 180 دي الاول تاخدها لوحدها كده، تشوف الزاويه، تجيب الزاويه، قانون الزاويه اهو الفيس شيفت، الاول اساويه ب180. طب ما احنا سويناه قبل كده على فكره، في السلايس اللي فاتت كانت اول حاجه جبنا الفيس شيفت لونها 180. ماشي، عشان كده عملتها، ما عملتهاش تاني، بس المفروض اساوي الفيس ب180، طلعت اوميجا ب2، وهي الاوميجا دي اللي عوض بيها في قانون الايه، في القانون بتاع المودولس، عشان اجيب له الحته دي مودولس عند زاويه 180، عند 180 معناه اوميجا ب2، ثم المودولس كان قانونه كده المودولس صح، والاوميجا ب2، يبقى المودولس ك على الكلام ده اهو. يبقى ده ايه ده؟ ده اللي انت ايه ده اللي انت جبته ده ايه؟ ده المودولس عند زاويه 180. إز ايه علاقته بالزاويه؟ ان انا عند الزاويه 180 اجيب اوميجا اعوض بيها في المودولس اهي تحت اهو. ك على 8، طلع ك على 8. خلي بالك المره اللي فاتت سويت المودولس عند 180 بواحد عشان جاست ان ستيبل. هنا بقى المودولس عند زاويه 180 مش بواحد. الجين مارجن بتقول لك واحد على المودولس بيساوي 2. يعني الجيم مارجن بيساوي 1 على المودل اللي انت طلعته ده اهو كي على 8، ده بيساوي 2. فبالتالي كي المفروض تطلع ب 4 او كي 1 ب 1. ماشي يا شباب؟ يبقى الكي 1 او الكي ديت لما تبقى 4 ده تعمل لي جين مارجن مقداره 2، ابقى انا مستريح. السيستم لسه بعيد عن حته الانستابيلتي، عندي جين مارجن مقداره 2. بعد كده بيقول لك وات از ناو ذا فيس مارجن؟ ايه ناو دي؟ ناو يعني عند الكونديشن بتاعتك دي، ما تطلعش بره، ما تطلعش بره المطلوب. وات از ناو ذا فيز مارجن؟ يعني نفس الكونديشن اللي عندك دي، ايه بقى الفيز مارجن؟ انا كنت حاسب ايه هنا؟ انا كنت حاسب الكي اللي مخلي الجيم مارجن ب2. ماشي، الكي دوت اللي انت حسبته اللي هو طلع ب4 يديك فيز مارجن بكام؟ الجيم مارجن ب2، طب الفيز مارجن بكام؟ خلاص بسيطه، اروح لقانون الفيس مارجن. To get the face margin at this condition. This condition شباب معناها الكي اللي انت جبته عندها 4. فين قانون الفيس مارجن؟ فيس مارجن بيساوي ناقص 180 زائد الفيس عند مودولس 1. خلي بالك بقى دي جديده. الفيس عند مودولس 1. طيب اجيب ازاي الفيس عند مودولس 1؟ مودولس 1 دي امسكها الاول زي ما عملت في الزاويه. مودولس 1 دي الاول امسكها واجيب منها اوميجا، ثم اعوض في قانون الفيس. يبقى انا كده جبت الفيس المقابل لمودولس 1. مودولس 1 ادي المودولس اهو، قانونه كان كام؟ كان كي على جذر مش عارف ايه 4 اوميجا اس 4 الكلام ده. وهو بيقول لي اديس كونديشن، يعني كي اللي انت جبتها اديس كونديشن 4، المودولس ب1. خد بالك هو القانون كده بتاع الفيس مارجن، واديس كونديشن اهي، فمن هنا طلع اوميجا. هتقول لي ازاي؟ اوميجا كده صعبه، اوميجا كده معادله متضاع جربها. هقول لك تتحل بكذا طريقه، المعادله متضاع جربها دي تتحل بكذا طريقه. لو ما عندكش كالكوليتر، هفترض ان ما عندكش كالكوليتر، ماشي، ولا انا بستخدمها بكالكوليتر، بتطلع في خطوتين ثلاثه بحاجه اسمها ترايل اند ايرور. ترايل اند ايرور دي ما تضحكش عليها، دي طريقه معروفه في الماثيماتكس وبتحل معادلات صعبه. ازاي ترايل؟ بجيب الحاجات المجهوله في طرف اهي، واجيب الحاجات المعلومه في طرف، وافترض اوميجا 2 3 ابص الاقي ترايل يطلع لا، يعني ايه؟ يعني مثلا جرب اوميجا بواحد، هتحط اوميجا هنا بواحد وشوف ده طلع اصغر من 16 ولا اكبر من 16.
طلع اصغر من 16، خلاص كبر حط اوميجا ب2. انا عملت كده بالظبط، طلعت في ثالث خطوه، حط اوميجا ب2، حسبت ده لقيته طلع مش عارف ب18، خلاص يبقى ما بينهم، وهكذا تفضل كده ترايل ايرور ترايل ايرور، تطلع معاك اوميجا على طول ب1 15. او ان انا ممكن ما اجيبلكش ايه معادله من الدرجه الرابعه، لا ده مش مضمونه، خلي بالك انت لو عملتها لي كده في الامتحان وحتى ما كتبتش دي برقم، يفضل كتابتها برقم، يعني عملت لي صح كده يعني، واقدر ناقصك حاجه بسيطه، ناقصك نص ولا حاجه كده يعني، ماشي. المهم طلع اوميجا ب1 15، عوض بقى بين فين؟ في القانون بتاع الفيس مارجن، ناقص 180 زائد، بص بقى حته الاشارات هنا، القانون كان ايه؟ تان ماينس 1 ماينس، ده يهمني خلي بالك، كل ماينس ده يهمني، 4 ناقص اوميجا مش عارف ايه كده، ده على كذا. هنا الزاويه دي لو انت مش كاتب السوالب دي، انت عارف يا شباب دايما في الساين والكوزاين والتان، لما بتعمل حاجه على الكالكوليتور الزاويه بيبقى ليها قيمتين، يعني مثلا الزاويه اللي الساين بتاعها بنص، الساين بتاعها بنص هتلاقيها 30 واعتقد 150، يعني في صوره تانيه للزاويه، الزاويه اللي مثلا هنا طالعه لي 50 تقريبا 49، لا اللي التان بتاعها الكلام ده زاويتين، في 49 وفي 230، عارف انت الزاويه. طب انا اعرفها ازاي؟ اعرفها بالجزء الايماجينري سالب ولا لا والجزء الحقيقي سالب، عشان كده ما بقولكش، بقول لك ما تضيعش الاشارات. في الحاله بتاعتنا دي الجزء الايماجينري طالع سالب والجزء الريل طالع سالب، فكده الزاويه في الربع الثالث. صحيح الكالكوليتور طلع لي 150، بس هي مش 150، هي 150 زائد 180، لان انت عملتها 150 هيطلع لك المارجن بتاعك ناقص 180 زائد الزاويه، هيطلع لك المارجن بالسالب، بينما خطا، هي الزاويه في الربع الثالث، حتى ما تترسم طلبت منهم رسمها على فكره في المساله يمكن امتحان السنه اللي فاتت، فكده تترسم ربع اول كده بالكالكوليتور بتاعك، لا هي ربع ثالث، تترسم في الربع الثالث، زاويه قيمتها 230. فاذا لما تيجي تطرح 180 من الكلام ده او 230 ناقص ده، هتطلع لك الفيس مارجن بتاعك بوزيتيف، يعني الكلام ستيبل. لو سمحت راجعوا حساب المثلثات وحساب تعرفين كل جبار ظالم جتداهي او استك اول الاربع ارباع، يعني في الاربع الربع الاولاني الساين والكوزاين والتان موجبه، الربع الثاني كل جبار او استك ساين بس الساين موجبه، مش كده يا شباب؟ الساين موجبه في الربع الاول والثاني كل جبار، ظالم الربع الثالث هتلاقي فيه الظا او التان موجب في الربع الاول والثالث، وهكذا. وتقدر تحسب الزوايا، راجعوا الحته دي ما اعرفش باخدتها في ثانوي او كده يعني. اتمنى ان المحاضره تكون واضحه، وكالعاده برضه هيبقى بعد المحاضره وبنفتح زمنه يعني شويه، بيبقى في سؤالين كده لتاكيد ان انت قريت المحاضره، والاجابه بتاعتهم تبقى مسموح بها يمكن لحد الساعه 8 بالليل. اتمنى ان انا اشوف اسئله ليكم في الجزء ده، وشكرا لاستماعكم.